وأسعد الله صباحكم. يلا جاهزين حق وصفة اليوم؟ بسوي معاكم ستيك رول، ستيك بسوي له خلطة لذيذة، بعدين بنحشيه بخبز خفيف وناكله مع البطاط المقلي. طبعا الوصفة هذه بسويها على طلب متابعاتي اللي يبون أشياء حق عشاء ويبون كذي فناتق نفس شغل المطاعم. الوصفة لذيذة جدا بتحبونها وايد، الوصفة لذيذة وسريعة وما تاخذ وقت. أول شيء نحط زيت نباتي. أنا تعرفون أنا دائما أستخدم السمن، بس بهذه الوصفات ما أحب نكهة السمن بالساندويتش كذي، ما أحب نكهة السمن، فأستخدم الزيت النباتي. عندي هنا شرايح ستيك، أي قطعة ستيك أنت تحبينها تقولين حق اللي تشتري منه الستيك يقصلك الستيك كذي. شوفوا شرايح شو يسمونها، رفيعة أو رقيقة أو كذي بهالسماكة يعني، تندرلوين، أي نوع ستيك أنت تحبينه. يلا بسم الله. الستيك هذا لأنه قاصينه شرايح فما ياخذ وقت، أقلبه كذي بدقيقتين وأبدي أضيف له باقي الإضافات. شوفوا على نار عالية أقلب الستيك علشان ما يطلع ماي، عشان لا يصير ناشف. ما أقصر على الشولة، على نار عالية. شوفوا من يتغير عندي لون الستيك أبدي أضيف باقي الإضافات، ما ياخذ وقت كلش بنات، لأن مثل ما تشوفون إن شرايح رفيعة وايد. نضيف الحين البصل، شرايح بصل، شرايح ثوم، أي مكون من الأشياء اللي بضيفها ما يعجبك تقدرين تلغينه، ونقلب. أدري بنسأل يصير نسويه على دياي؟ يصير طبعا، بس أنا أحب هالطبق باللحم، وايد ألذ من الدياي. تقدرون تسوونه على صدور دياي. اليوم الطبخة هذه ما رح أضيف لها أي نوع بهار، فقط ملح وفلفل أسود وصويا صوص، لأن عندنا ماشروم يعطينا طعم لذيذ، الصويا صوص طعمها لذيذ، فما أبي الطبخة يصير طعمها بهارات. الحين بضيف الملح، ذبل عندي البصل، الحين أضيف شرايح الفلفل البارد، وإذا ما تحبونه تقدرون ما تضيفونه. وبضيف الماشروم، وكذلك الماشروم إذا ما تحبينه تقدرين ما تضيفينه، طبعا كمية كبيرة لأن الماشروم تدرون يتقلص حجمه يذبل. ما قصرت على الشولة، قاعد أشتغل على نار عالية. شيك على البطاط، حق اللي دائما يسألوني شلون تسوين البطاط المقلي كريسبي. بنات يا حبايبي، في نوع بطاط حق القلي، في بطاط حق المرق، وفي بطاط حق القلي. فلما تروحين اي مكان تشترين بطاط قولي له ابي بطاط قلي، ابي بطاط اقلي، ما ابي بطاط مرق. او تقدرين تاخذين النوعين، يعني شيء تستخدمينه حق القلاي وشيء حق المرق، عرفتوا؟ وشيء ثاني، لما تين تحطين البطاط لازم يكون الدهن حار، لازم تكون الكمية قليلة، ما تحطين وايد، يعني شوفوا تعطونا مجال انه يستوي ويصير مقرمش، اذا حطيتي كمية كبيرة بيصير لين. بس يبيله شوية واطلعه، اطلع البطاط الحين. بسم الله. أحط الدفعة الثانية. أنا طبعاً أعشق بطاط البيت، ما أحب البطاط الفروزن، نادراً أستخدمه. عندي بطاط البيت ألذ بمليون مرة. ونرجع حق الستيك، شوفوا
البصل ذبل، الفلفل البارد ذبل، شو يسمونه المشروم كذلك. الحين شنو اضيف؟ اضيف الذرة، ايضا اختياري، اذا ما تحبونها لا تضيفون، انا احبها. واضيف كريمة الطبخ، طبعا ادري الحين بيقولوا لي بتهاشمي وايد تستخدمين كريمه واجبان وما ادري شنو. بنات انا يعني قاعده انوع، يوم اسوي لكم طبخات عيوش وما عيوش، يوم اسوي لكم اشياء كذي يعني الناس تحبها، الناس يحبونها يبونها، عرفتوا؟ يبون كذي سوالف المطاعم والفنادق، فمره كذي ومره كذي. اوكي بحط صويا صوص، انا عندي هذه الثك، انا حطيت الثك يعني عادي اي وحده تنفع. اوكي الحين شو اسوي؟ اقصر على الشوله لين تنشف الكريمه، ابي هذا كله يطبخ مع الكريمه بعدين نكمل اضافاتنا. شوفوا لون الكريمه شلون صار من الصويا صوص، بس قصر على الشوله واغطي الجدر. قبل لا اغطي معوني بس بضيف فلفل اسود، بس هذه البهارات المستخدمة ملح وفلفل أسود وصويا صوص. يلا خلي شوية يطبخ وارد لكم. نشيك على طبختنا، شوفوا كل شيء عندي ذبل، بس بعد بعطيها دقيقتين، يعني يصير الإجمالي تقريبا 5 إلى 7 دقائق، عرفتوا؟ بعدين نضيف الساور كريم ونضيف شو يسمونه الجبن، واطلع الدفعة الثانية من البطاط. هذا الماعون ادري بتسألون عنه، الشبك مال شو اسمه اللي حاطه فيه البطاط، هذا مال الجيمات اساسا، شاريته امي حق رمضان واستخدمته حق البطاط، موجود بنات بالاسواق الشعبية، اي سوق بالضبط ما ادري والله، وين شارينه بالضبط ما اذكر. احترقت وبس كذي البطاط خلص. شوفوا الحين كل شيء عندي تجانس والكريمة تقريبا انشفت، خلاص كذي انا طبقي جاهز. شنو اضيف له الحين علشان ما يكون ناشف بنات؟ بنضيف له سور كريم اول شيء. اوكي كريمة حامضة، ما عندك ضيفي قفشة روب، مع ان شو اسمه سور الكريم تكون ادسم شوية واحلى، بس حق اللي مو متوفر عندهم. دقيقة يعني قفشة أو قفشتين سور كريم. أوكي ونضيف أي نوع جبن أنتوا تفضلونه، شيدر موزاريلا جبن كريمي، أنا بضيف جبن كريمي ما أبي شيدر موزاريلا، أحب كذي لما أكل الساندويتش يكون غني بالصلصة، عرفتوا؟ فأحب أفضل بهذه الوصفة الجبن الكريمي. يلا نضيف الجبن بعد، وبطفي الشولة وبخلط على البارد. أوكي حطيت قفشتين جبن كريمي وقفشتين سور كريم، هذه ما حد يدري عنها بيني وبينكم. يلا وشيخ نطفي الشولة، خلاص من نضيف الجبن والسور كريم نطفي الشولة ونخلط على حرارة شو اسمه الطبخة، خلاص راح يذوب عندي كل شيء، يعني ما يحتاج تخلونه على الشولة، بس كذي الحشوة جاهزة. تقدرون تحشونها بكروسان سادة، تحشونها بصمون هدق، تحشونها بخبز، تحشونها بريوش، تحشونها باللي تفضلونه. اوكي انا بحشيها بالخبز اللبناني الخفيف، وبعد ترى حلوه تحشونها بالخبز المصري، اللي الخبز المصري اللي يكون كذي سميك اللي يسمونه العيش المصري، بعد تطلع لذيذه. اوكي بس كذي شغلنا جاهز، نبدي نحشي الخبز. الحين نبدي نلف الخبز، عندي هذا الخبز اللبناني الخفيف، حط فيه شوية من الحشوة، طبعا ما راح أحط بالخبز ولا شيء،
تبون تحطون كاتشب مايونيز كيفكم، بس لأن أنا خليت الحشوة فيها صوص عرفتوا، فما نحتاج نضيف شيء ثاني، كافي الصوص اللي حطينا على اللحم. الحين ألف الساندويتش، تقدرون تضيفون هني مثلا خس، بصل، جواكامولي. أنا مسوي جواكامولي بس ما راح أضيف هني، بضيف إن شاء الله يعني مع التقديم، واللي يبي يحط بالساندويتش أو بالخبزة. أوكي، لفة كذي رول ونقدمه. تقدرون تدخلونه أو تحطونه بالشواية يتحمر، أو تقدمونه بهذه الطريقة. أنا ما راح أحطه بالشواية، بخلي كذي. سوي الثانية. أنا من عشاق الخبز، وأحب كذي يعني أسوي مثلا حمسات، أو أسوي شو يسمونه حشوات حق الخبز عرفتوا. أحب الساندويتش والخبز وايد. اللفة الثانية هذه بضيف لها دقوس غراش، يفضل بوديتش بس ما لقيت بالثلاجة بوديتش، فبحط هذا. هذا بعد لذيذ، هذه حقي طبعا اللي فيها دقوس. اوكي، ولفها بس وخلصنا. ان شاء الله تجربون الطريقة وتيوز لكم. وكان يخلص عشاي اللذيذ. قدمت الساندويتش مع الكاتشب والمايونيز، الجواكامولي اللي هو عبارة عن افوكادو وطماط وبصل وكزبرة، كزبرة فريش وملح وفلفل اسود وبس، وعصرة ليمون. هني عندنا فجل مخلل خيار وفلفل حار هالبينو حق اللي يحب، ومع طبعا البطاط المقلي والملحقات. وعلينا وعلى عيونكم بألف عافية. جربوا الوصفة ودزولي تطبيقاتكم.